السلام عليكم، مرحبا بكم احباب الاعزاء في فيديو جديد. كما ديما نحاول نشرحوا بروجي جديد اللي تاو قوي وعليه الهايب، سميتو باتل فيرس. التوكن ديالو طلعت غير البارح، واليوم غادي نحاول نشرحوا لكم من ا تر زد كيف ما تندير ديما، وغادي ناناليزيو التيم ديالهم، نشوفوا كيف داير، نشوفوا الوايت بيبر نقراوها مجموعين، ونشرحوا لي ديتاي ديالهم، نشوفوا منين كتربح في هاد اللعبه. إذا كانت هذه أول مرة كتجي القناة، مرحبا بك، خلي اشتراك معنا. راه كيما ديما تنحاول نشرحو بروجيات مزيانين واللي عندهم بوتونسيال، وحاولوا تشجعونا الإخوان. إذا اليوم غنحاول نشرح لكم باتل فيرس. باتل فيرس حاليا كاين المينس ديال كاركتيرات واحد النوع الثاني اللي هو باتل شرومز. كان داز بيبي كومبات بوت، دابا راه مبقاش، دابا تقدر تشريه من اوبن سي. هنايا طلع كان قبيل داير غير 0.04 اثيريوم، دابا طلع ولا 0.049، تكون شي 160 دولار تقريبا. عاد باش غادي يخرجوا جينيراسيون الثانيه والثالثه. حاليا تقدر تمينتي باتل شرومز، المين تساوي 100 ماتيك. كيفاش كتلعب؟ خاصك كاركتير وهو بيبي باتس ولا باتل شرومز، عاد باش غيزيدو واحد 4 راس اخرين، دابا كاين غير جوج. بعد كاين بي في بي بي في اي وستيكين، وعاد باش كاين تشري لاند وتعدان وزيد وزيد التورنمنت، هادشي كامل غنشوفوه. ايكونوميك ديستريبيوشن تا هو غادي نشوفوه من بعد، رود ماب غنشوفوه من بعد. وهادو هما البارتنرز ديالهم. من الاول تبان لينا سي دي فاي موثوقة بزاف، واحد اللونش باد تلقاوه هنايا مع اللونش بادز. كاين بول بيركس، اوكس بو، و اي جي ستارتر حتى هما واعرين. وهنايا الميديا بارتنرز، اللي تيعرف الميديا بارتنرز، انا بصراحة معنديش مع الميديا بارتنرز. وهذا هو التيم اللي دارو فريق روسي، نورمالمون مولفين حنا كنشوفو ساوث ايجيا ولا البرازيليين هما اللي محتكرين هاد الدومين ديال البلوك تشين جيمنج، ولكن هنايا واحد التيم روسي. هاد السي او ديالهم خدام شي 15 عام، هو ديفلوبر وعارف شنو تيدير. كاين هاد سيرجي ايفانوف جيم ديزاينر، حتى هو قديم في الدومين، و اليو اي ديالو معروف. وعاد باش كاين الكسندر بولون سي تي او، هاد السي تي او هذا خدام مع ازور انتراكتيف. اللي ما تعرفش ازور انتراكتيف هذا واحد الموبايل جيمنج ديفلوبرز، وصوبوا شحال من جيم، وعندهم تقريبا شي 900 مليون بلاس ديال الداونلودز في الجيمز. يعني التيم ديالهم ناضي، وتكون راه خدم معاهم شي 3 سنين مع دوك ازور انتراكتيف. يعني التيم ديالهم بصراحة زوين بزاف وناضي، وماشي شي شي حاجة تفرقع، وعاد تزيد عليهم البارتنرز. إذا شوفوا الوايت بيبر كيف ديما. وايت بيبر هنايا ديالهم هادشي كامل غادي نشوفوه، هذا وايت بيبر ديالهم كامل. جيم وورد اوف ذا باتل فيرس، قال لك اخويا هنايا عندنا واحد 6 ريسز، 6 ديال لي غاس ولا ديال النسل. وهنا حاليا كاينين غير جوج كيف ما شفتو، كاين غير باتل شرومز وكاين بيبي باتس، هادو كيتسميو السيد، وهادو جير غير باش نسهلو داكشي. كاين الانترغالاكتيكو تورنمنت غادي نشوفوها من بعد، البريدين تاعو التزاوج نشوفوها من بعد، كيوزرز هادو غير ان بي سيز، هاد ان بي سيز غير كاينين وصافي، نبقاو نلعبو ضد البي سي اللي هما الكوزرز. هنايا في العالم كاين الانر والاوتر، هادشي كامل غادي نشوفو، بي في بي والبي في اي. اوتر فين كنطايفو في الانترغالاكتيكو تورنمنت هي غادي نشوفوها، اللي هي هادي. جنرال انفورميشن الجول ديالهم واللعيبات، play to earn reward players اللي هو QZQ، هذه هي التوكن الثانية ديال الجيم. التوكن الأولى هي هذه BVC، راني ديجا واخد منها، لا تقولوا خونا المغرب بغي يسيطر صافي ولا شي لعيبة. وهاد رانا ماشي سبونسر، هاد راه فلوسي أنا اللي حاطها هنايا، غير باش تعرفوا أنا ما كتربح حتى شي ريال من هاد الفيديوهات هادو. هادشي علاش تنقول لك إلا عجبك المحتوى خلي شي اشتراك، فرحني اخويا وساعدنا حتى حنايا باش نكبروا القناه. الكيو زي كيو خوتي غادي نشوفوها من بعد، والادوار ديالها. كاين انتر جالاكتيكو تورنمنت حتى غادي نشوفوها، خاصك تيم من ثلاثه الكاركتيرات كل واحد من ريس، وعاد باش خاصك تيكي باش تلعب هنا، حتى هادشي تا غادي نشوفوه.
basic terms مصطلحات متداولين في الألعاب كاملين تقريبا، هما هذوك يوزوكيرا والتوكن. باتل فاندين غادي نشوفوه، كويست المهام، كاين هذه ذا ميدل اوف كوريج مهمة بزاف. هاد الميدل اوف كوريج في هاد اللعبة هادي كتعني انك اذا ربحتي واحد الكاركتر اللي فيسك في النيفو كتاخد ميدل اوف كوريج. هاد الميدل اوف كوريج مهمة بزاف بزاف، غادي نشوفو علاش. ابيليتي كارد هادي ان اف تي بحد ذاتها، واحد الكارتة كتزيدك في القوة ديال الكاركتر ديالك. تير كل ما لعبتي بالكاركتر ديالك كيبقى يتزاد في النيفو، وإذا ما بقيتيش كتلعب به العكس صحيح تبقى ينقص في النيفو. لوت بوكس، لوت بوكس هذا كتقدر دروبيه من اللعب، كيقدر يعطيك واحد اللوت بوكس، وغادي نشوفو حتى هو البلانات ديالو. يونيف موتي تشين بي تو اي ميتافيرس، هاد الجيم هادي اخوتي كاينه على تلاتة المنصات، وهذا بلان كيتحسب لهاد اللعبه هادي. كاينه في باينانس سمارت تشين، كاينه في بوليغون، وعاد باش غتكون في الايثيريوم. هادشي تيقولو لك حنايا رانا غاديين، حنا واعرين، هداك الشيء المهم داكشي ديال انتر ذا باتل فيرس. كما قلت لكم بيبي بوتس كيتسميو جير سيد، اللي هما باتل شرومز، هما هاد الشوش هادو. جيم كاركترز، جيم كاركترز اخوتي عندنا ابيليتي كاردز كما قلت لكم، كيتزاد هاديك ابيليتي كارد، واحد الكارت هادي ان اف تي تاعي كتقدر تبيعها في الماركت بليس ديال الجيم، كتزيدك لاطاك والديفونس وكتزيدك المهارات الخاصه. لوزرز قلت لكم غير ان بي سيز، غير البي سي ما تيهموناش. بيبي كومبا بوتس، بيبي كومبا بوتس اللي هما المينز اللي بغيتي تشريهم من هنا، شنو اللي تيخليهم واعر، شنو اللي تيخلي بيبي بوتس عيان، شنو القصه ديالو؟ القصه ديال تخوتنا هادو بعدا اللي من غير اللعبه، هو انهم بغاو يوليو هيومن، بغاو يوليو انسان هما، هو تياخدو شي عباد ديال الانسان، وهذا هو البلان ديالهم. بداو باش بداو خوتي بالسلاحات، عارفين فهمتي، القتيله والعباد. شنو اللي تيخلي هذا الكاركتر هذا عنده ثلاثة لعيبات؟ عنده السلاح، عنده اللعب هيا، وعنده البلاتفورم. لا عنده بلاتفورم المنصة. السلاح شنو هو اللي مزيان؟ هو اللايتنين، إلا كان عنده غير شي شاقور عيان، عنده مطرقة ولا شينيو ديال كاز الكحلة راه عيان، عنده مخلب ولا عصا ديال البيسبول رهنا غادي خونا. وكين كاين عاوتاني اللعاب، درام ويند ميل ايس كريم اللي عنده راه واعر، عنده شي بالون وصويريخ ولا مصاصا زرايق خونا سيلوحو في الزبل. بلاتفورم اخوتي كاين راوند، بلاتفورم كاين راوند، كاين الاوكتاغون، كاين سكوير المربع. شنو هي الاوكتاغون؟ الاوكتاغون هي كيكون عندهم واحد 8 زوايا هاي بحال هادي، هادي عندها 8 زوايا، هذا المربع، هذا المدور، وهادو ما تيهموش بزاف حيت كاملين كيزيدوك 2% من القوة ديال الكاركتر ديالك. و كل ما تبدلات الانفايرمنت، الطبيعة فين تتلعب، كل ما شي وحدة في هادو كيكون اليوزاج ديالها احسن. اذا في هادو كاينين ثلاثة ديال لي جينيراسيون، كاينين جينيراسيون الاولى، الثانية والثالثة. وشنو اللي تيخلي اخوتي الكاركتر ديالك واعر ولا عيان؟ اذا عندنا هنايا ثلاثة ديال اولا اربعة ديال الراريتيز، ترو رير ايبيك انتر جالاكتيكو ليجند. خاصك تدخل لهاد السيت هذا وكتدخل النمرة ديال ال ان اف تي ديالك، وتيقول لك فين مرانكي، واش مرانكي هنا ولا مرانكي هنا ولا مرانكي هنا ولا مرانكي هنا في الانتر جالاكتيكو ليجند ولا ايبيك ولا هذا. هادشي غنعرفو لاش كيليقو هاد خوتنا هادو. جينيريشن تانية مازال ما كايناش حتى قالك كيو 4 2021، مع الاسف ما داروهاش، غيخرجوا في كيو 1 22. جينيريشن الثالثه حتى هي ما كايناش، غادي يخرجوا هادشي قبل ما تلونسي الجيم. باتل شرومز، باتل شرومز اخوتي هما هادو الثانيين، ها هما خونا خاصو عالم مسيلين، لا صراحه مسيلين هاد خوتنا هادو. القصه ديالهم قالك كانوا عايشين بيس ستونين، قالوا حقا ما حقا، حنا قويين بزاف، اجي نسلخو بنادم ونديرو هاد البيس هذا غير في الكوكب ديالنا، وخوتنا ما سوقناش فيه. هذه هي القصه ديال خوتنا هادو باش يعرفوا واش واعر ولا عيان. مازال ما قالوش اخوتي، الاخرين عندهم السلاح، عندهم الالعاب، وعندهم ديك المنصه، هادو ما عندهم حتى شي لعبه، مازال ما قالوش. جينيريشن ثاني تاعي ما كايناش، ثالثه حتى هما مازال. الكوزرز كما قلنا اخوتي غير ان بي سيز كاينين في الجيم، هادو ما كتقدرش تلعب بيهم،
ما عندنا ما نديرو بهم. الريسز الاخرين كاينين دابا غير جوج ديال النسال، كاين واخا باقي خاص ربعه اخرين غادي يخرجوا من بعد باتلز. هنا يا اخوتي نبداو نهضروا على كيفاش تقدر تربح من اللعبه. اذا عندنا بي في بي، عندنا البي في اي، بي في بي ضد اللعب، و بي في اي ضد الانفايرمنت ولا ضد البيسي. وكاين واحد الكول داون على كل نهار شحال تقدر تلعب كل نهار اخوتي، على حساب عقلتو فاش وريتكم قلت لكم داك السيت كتشوف الرانك ديال الكاركتر ديالك، واش رير ولا واش ترو رير ولا يبات. او هما هنايا الا كان ترو كي تقدر تلعب بيه ثلاثة المرات، رير 4، ايبيك 5، انتر جالاكتيك ليجند 6، انتر ريشو يونيك 7. هاد انتر ريشو يونيك، هاد الانتر ريشو يونيك قالك اخويا ديفلوبرز هما اللي صوبوهم. وعاد باش عاوتاني الا تزاوجتي بجوج الكاركترات ديالك كتخرج واحد من هادو كتقدر تلعب بيه 7 المرات في النهار. هاد الرقم هذا كيقدر يتزاد. كيفاش كيقدر يتزاد؟ قعدت على ميدل اوف كورج، قلت لكم الا ربحتو شي واحد اللي فايتكم في النيفو اخوتي كتقدروا تزيدوا في الماتشات اللي كتقدروا تلعبوا في النهار. اذا الا ربحتي 10 طروحه ديال واحد فايتك في النيفو كتزادك طرح في النهار. ربحتي 30 عندك جوج، ربحتي لوكال تورنمنت عندك 3، جيتي مع 10 في انتر جالاكتيكو تورنمنت عندك زائد 4. و اكسترا باتلز كتقدر تزيد الباتلز ديالك انت كل نهار، والماكسيموم هو 3 باش كتزيدهم. غنهضر على واحد الحاجه مهمه باش نعرفوا واش اللعبه واعره ولا لا، اللي هي الحرق ديال التوكن، اللي هي الكيو زي كيو. هاد الكيو زي كيو بعدا ما كتباعش في بوكوين و بانكيك و اي ثيرد باري، كاينه غير وسط اللعبه. هاد الكيو زي كيو هو الحرق ديال هنايا، هو اول حرق كنشوفو هنا مزيان. يعني الا بغيتي تزيد تلعب خاصك تحرق الكيو زي كيو. والباتل ريوردز المضاربات تعطيوك الكيو زي كيو، تعطيوك هاد اللوت بوكس. هاد اللوت بوكس شنو كنقدروا نلقاو فيه؟ كنقدروا اخوتي نلقاو فيه الابيليتي كارد اللي كتزيدك الديفونس والاتاك، هاد الارتيفاكتس مازال ما هضروش عليهم، وشي حاجه سبيسيال وسط اللعبه حتى هي. وعاد زيد كتقدر تعطيك واحد التيكي تذكره باش تدخل وتلعب في انتر جالاكتيكو تورنمنت، غادي نشوفوها من بعد. باش تحل هاد اللوت بوكس اشنو خاصك؟ خاصك كيو زي كيو، وهذا هو ثاني حرق ديال الكيو زي كيو. وهذا بلان مزيان بزاف بزاف العمر ديال اي لعبه. باش تلعب في البي في بي اخوتي عندك كاركتر خاصك واحد، وزيد عليها كتحطو في واحد داشبورد كبيره، ونتايا كتمشي كتختار الخصم ديالك. الا ما بغيتيش انت تختار الخصم ديالك، اللعبه اوتوماتيكمون كتختار لك واحد الخصم. ولا مشيتي لعبتي ضد شي خصم اللي فايتك في النيفو كتربح ميدل اوف كورج بطبيعة الحال، اللي قلنا هي ربحتي شي واحد فوق منك في النيفو. وعاد زيد الجوائز كيتزادو، الاعداد ديال الكيو زي كيو كيتزاد. وعاد زيد عاوتاني داك اللوت بوكس اللي كتقدر تلقى فيه ابيليتي كاردز، وزيد وزيد حتى هو كيتزاد وكيقربك هادشي كامل باش تدخل في الانتر جالاكتيكو تورنمنت. ها هما هنايا البي في بي باتل مود، فيه تورنوا، في ابزرفر غير كتفرج وكتميزي فلوس غنشوفوها من بعد، وعاد سينجل كومبات كلشي هادشي كتربح به الكيو زي كيو. ابيليتي كارد شفناهم هادو ملي كيزيدو كل اللعيبات، مابقاوش نعاودو الهضرة. بي في اي هنايا اخوتي باش تلعب ضد البي سي، فاش كتلعب ضد البي سي شنو كتقدر تربح؟ كتقدر تربح ميدل اوف كوريج. باش كتربحها؟ كتربحها خويا الا لعبتي ضد البوس، البوس ديما تيكون فايتك في النيفو. كتبقى تلعب ضد البي سي حتى كيجي ضدك واحد البوس وديما تيفوتك في النيفو، ربحتي ضده كتاخد هذا ميدل اوف كوريج. هذا ميدل اوف كوريج مهمه بزاف الانتر جالاكتيكو تورنمنت غنشوفوها من بعد، وتقدر يعطيك شي بونيس اخر. وعلى كل باتل ربحتيها كتاخد الكيو زي كيو عاوتاني. هاد الكيو زي كيو كتقدر تحولو للبي في سي، وكتقدر تبيعو من بعد في المنصات اللي كنعرفو حنا. ستوري مود اخويا عندك مهام اسبوعيه ويوميه، الا ساليتيهم تتاخد الكرنسي ديال اللعبه واللوت بوكسز. اللوت بوكسز راه شفناهم قبيله، ما هما هما هادو بلا مقاول نعاود عاوتاني الهضرة. هما الكواس يوميين واسبوعيين، عندك مهام حتى هما سبيسيال في ستوري مود بي في اي. والبوسز كيما قلنا كيكون ديما فيتينغ في النيفو، ربحتيهم تتاخد ميدل اوف كوريج. باتل فاندين، باتل فاندين اخوتي كتقدر بي في بي كتقدر تجي غير نتايا وكتميزي على كاركتير. مثلا هاد خونا هذا لاعبين جوج، تا غير باغي
باغي تتفرج، كتقدر تحط فلوسك على هذا، كتقول اه غادي يربح بي، كتحط الفلوس، الى اربح بي كتاخذ الفليسات. او لا، انت عندك الكاركتر كتجي كتميزي مثلا 1000 كيو زي كيو، وكتقلب على شي واحد حتى هو ميزي 1000 كيو زي كيو، ولا شاف الاوفر ديالك وقبله، وكتضربه، واللي يربح تياخد تياخد داك الفانز اللي كاين تمايا. هاي اللعيبات اللي هضرنا عليهم دابا، هما هادو بي في بي 1 في 1 لعيبات تورنمنت ودين وان ريس. تورنوات تيكونوا غير من يا هادو شرومز، يا هادو بوحدهم وان ريس. انترغالاكتيكو تورنمنت غادي نشوفو هاد الانترغالاكتيكو تورنمنت من ترانزاكشنز كاملين ديال الجيم كياخدو 1%، باش يحطوهم فيهم هاد الابزرفرز اللي قلت لكم، غير كتبقى تتفرج نتايا وكتميزي على شكون يربح، واش اولا بي، وفي الاخر تتربح ريوردز ناقص 2% من داكشي اللي ربحتي كيمشيو للجيم. اذا تورنمنتس تورنمنتس اخوتي كاينين جوج ديال الانواع، كاينه البراي، كاين ثلاثه حاجه، كاين البرايفت، وكاينه ديال ديفلوبرز، وكاين الانترغالاكتيكو تورنمنت. لارج سكيل تورنمنت ديال ديفلوبرز فيها على الاقل 100 واحد، خاص يكون 100 الفوق، وهادو هما الجوائز ديالهم. شحال التميزة، الاول تياخد 50%، الثاني 10% ديال الفاندز كاملين، وهذا هو ما كتشوفو. وهنا الاذر بارتيسيبنتس ياخذوا 3% من داكشي اللي بقى. برايفت بلاير تورنمنت هادو غير بيناتكم انت وعشيرك، تقول لي وصاحبي اجي نقصرو، خاصكم على الاقل 5 والماكس هو 20. الاول تيدي 50%، الثاني 35%، الثالث 15%. انترغالاكتيكو تورنمنت اللي هي اهم تورنوا في اللعبه كامله، وكتكون مره في الشهر. باش تلعب اخويا هاد التورنوا هادي، اول واحد خاصك 3 ديال الان اف تيات، هاد الكاركتيرات هادو، وكل واحد من رئيس، يعني واحد من شرومز، واحد من هاد البوتس، وعاد باش واحد من شي بريد واحد اخر اللي غادي يخرجوا، عاد تقدر تلعب هاد المود. عاد باش عاوتاني خاصك 50 ميدل اوف كوريج، 50 طرح وانت كتربح بنادم فوق منك في النيفو على كل كاركتير، كل واحد يعني هنا في التوتال عندك شي 150 ميدل اوف كوريج في التوتال. تير ليفل 5 على كل كاركتير، يعني هاد التير هادي كتزاد كل ما لعبتيه في لي مود بي في اي واللعبات، كيبقى يتزاد ليه هو في النيفو راسو. عادي تكون عندك واحد التي كي ديال انترغالاكتيكو تورنمنت اللي تقدر تدخل وتلعب بها هاد التورنوا. اذا الاول تياخد 50% من البرايس فاند، وعاد اهم حاجة كتكون عنده القدرة على التزاوج، يعني تشد كل اللعيبات ديالو وتقدر يزوجهم وتعطيه واحد من انتر ريشو لي يونيك بزاف. الى عقلتو كنا هضرنا على انتر جالاكتيكو ليجندز، وتحت منهم كان انتر ريشو اللي دقاتهم غير ديز، وكتقدر تحصلهم عاوتاني من هنا، وهذوك غادي يكونوا غاليين الى وصلتي هنايا وبعتيهم، غادي يكونوا غاليين. والباقي تياخد هادشي كامل، وهذه مهمه بزاف. الى قدرتي دخل اخويا يلعب في هذا المود هذا باش تدبر على الصريف. الفارمين، الفارمين اخوتي كما قلت لكم في الاول كاين اللاندز واللعيبات. هنا يا اخوتي بغيتي تمشي تشري شي لاند، كتشدها وكتبقى تفارمي بها، كتبيلدي بها المصانع واللعيبات. خاصك تشري اخوتي واحد التريتوار، ها هي تيريتوري، وتبقى تانستالي فيها كما قلت لكم المصانع واللعيبات، باش كيبقاو يعطيوك هادشي. هاد الان اف تي هادو بعدا تيتباعو، ابيليتي كارد قولو نعاودها، هادو تيتباعو. عاد باش عاوتاني تيبقاو يعطيوك الكيو زي كيو، وعاد باش عاوتاني تيبقاو يعطيوك تيكيات باش تلعب في هاد الانتر جالاكتيكو تورنمنت. وعاد بزيد على الانترتينمنت بار، الانترتينمنت بار كيعطيك شي ابيليتي كارد سبيسيال، هاد سبيسيال عاوتاني كتقدر تبيعها في الماركت بليس. يعني هادي بلان الا بغيتي تخسر فلوس على شي لاند، كتبقى تقاد ليك هاد البلانات هادو وتدبر على راسك. ها هما هنايا انترتينمنت بار، اوبجيكت، تيكت اوفيس، او سكيل فاكتوري اللي كتقدر تبيعو. بريدين، بريدين اللي هو التزاوج كما قلت لكم، خاصك تربح هاد الانتر جالاكتيكو تورنمنت باش يعطيوك القدرة انك تزاوجهم، وغادي تقدر تبيعهم في الاوبن سي او لا في الماركت بليس ديال الجيم من بعد فاش يخرج، وغادي تبيعو لك غاليين اخوتي. هنايا هاو تو جيت ماتيك، اللي ما تيعرفش البوليغون جديد عليه يدخل غير هنايا، ها هما كيوريوك كلشي. اذا التوكنز، التوكنز ديال الجيم كما قلنا كاينين جوج، كاين الكيو زي كيو اللي هو غير كيدور غير وسط الجيم، وكاين البروجيكت تاكون اللي هو بي في البي في سي اللي هو هذا. تقدر تمشي تشريه من بوكوين الى بغيتي، ولا بانكيك سواب.
خوتي ما تنساوش شي سبسكرايب شي كيشجعني وكي زيد باش خليني نزيد لقدام، زيدوا لنا شي رقم قدام الربعه هذه، ولا عندنا حنا شي ربعه الارقام علاش لا، فرحونا اخوتي. وما تكونش غير مستهلك، الا عجبك الكونتنت حاول دعم الكونتنت كرييتر اللي تعجبك، ما عجبكش اخويا خلي لي تعالى قول لي علاش، هادي نحاول نحسنوا المحتوى علاش لا. وشكرا على المشاهده. اذا هنايا التوكنز ولا التعليق كيفاش غاديين، غادي نشوفوهم من بعد. بي في سي لاش تعليق تقدر تشري به التريتوار تيريتوريز فين كدير المصانع العيبات، هما كتقدر دير بهم البيلدينغز عمارات العيبات، المهم هادشي كامل تي في الفارمين باش كتقدر تبيعو في الماركت بليس. داو مانجمنت في ذا ميتافيرس، داو مانجمنت زعما انت كيولي عندك الحق انك تبقى تصوت على المستقبل ديال الجيم، تشوف هادي كيقولك شاد ديسيزيون واش نديرو ولا لا، انت عندك الحق انك تصوت عليه. سيلكشن اوف ان اف تي بروجيكت زعما هاد الان اف تيات ديالك انت كتقدر انك تديهم المشاريع وحدين اخرين اللي عندها يكون عندهم شراكه مع اللعبه. اكسشينج اوبريشن اوف تو كريبتو كورنسيز زعما اسمحوا لي زعما كتقدر تشد البي في سي وتمشي تبيعها انت في اليو اس دي يو اس دي تي وات ايفر. بارتيسيبين في ديفاي بروجيكتس ليكويديتي بولز هادي ستيكين كيقدروا زعما يبقاو يعطيوك توكل كيو زي كيو كيو زي كيو لاش كتليق هضرنا عليها قبيله. هادشي كامل البيرنين ميكانيزم ديالها وزوين زوين بزاف. تقدر تشري بيها دي تيكيت تزيد بيها تلعب كومبات في النهار، كتقدر تحل بيها اللوت بوكس وزيد وزيد وزيد. هنا كيقول لك باللي توكن بيرنين واحد الحاجة مهمة في السيستم، و 25% من اي كوميسيون تتمشي تمايا، وعدد الكوميسيون هادي كتمشي هنايا. تورنمنت برايس بول كيتزاد بهذاك البيرنين ديالهم، يعني ديما هما مهلين فيك بصراحة. 25 كيتبرنا تيتحرق، و 25 كيمشي باش يزيدو يحسنوا اللعبة وينضيوها. اذا هادشي اخوتي كان في اللعبة، نتمنى يكون مزيان. ندوزو دابا توكونوميكس واش داكشي عندهم زوين. بصراحة عجبني انا بزاف توكونوميكس ديالهم. علاش اخوتي عجبني التوكونوميكس ديالهم؟ حيتاش الفيستين بيريد عندك الشهر الثاني 1%، الشهر الثالث 2%، والرابع كتولي 5%، وغدا وغدا حتى 22 شهر عاد باش كتسالي هاد البرايفت سيل والسيد سيل والايدو عاد باش كيساليو دوك خوتنا اللي شراو عقلت فاش قلت لكم لانش باد سي دي فاي تيحطو التوكن ديالهم في دوك المنصات تمايا خوتي. هادوك اللي شراو تمايا كيشراو بواحد الثمن رمزي ها هو 0.03، ما تياخذوش 100% مع خروج التوكن، تيبقاو يعطيهم شويه بشويه. دابا الا هاد خونا هذا باع حاليا راه عنده تقريبا في 8 تقريبا ولا في 7، عنده في 7، عنده في 7 تقريبا، حيت دابا راه داير 20، يعني راه ديجا رابح. عاد زيد البروجي غيزيد يكبر ويكبر وهذا، وهذا بلان بزاف زوين زوين بزاف، يعني هذا ما غياثرش بزاف على التوكن في شيء يكون الفيستينغ، وهذه حاجه زوينه بزاف. داو هضرنا عليه كيعطيوك باش تبدا تصوت على البروجي ولي ديسيزيون ديالو زيد وزيد. باونتي بروغرام هذا غادي الانفلونسرز واللعيبات، كان علي نتسنى حتى يخرج غيخرج حتى ما نعرف كيو جوج عاد باش يديروه، وديك الساعة باش يدور على كونتنت كرييترز من فورين لانجويجز اللي تيهضروا على البروجي. ما انا ما واخد لريا لا جوج سير على الله ماشي مشكل، كلشي في يد الله. الرود ماب كيو جوج 2021 عندنا ما نديرو بيها 2022. اذا بي في بي باتلز غتخرج في كيو 21 في كيو 1 ديال 22. فارمين بول ستيكين حتى هو في الكيو 1. بيبي كامبا باتش جين جوج وثلاثة غيخرجوا في كيو 1. بابليك سيل ايدو ديجا خرج، سمارت اوديت ديجا خرجات، ان جيم ماركت بليس مازال غيخرج، اوبزرفر فاندين لانش هادي مازال، كومبات شرومز خرجوا غير الاول باقي الجوج والثالث، والبي في اي مود تاو غيخرج، وكروس تشين ترانسفير لانش من الايثيريوم بوليغون بوليغون باينانس وزيد وزيد. ايكو سيستم اكستنشن ريفيرال سيستم لانش هادشي كامل غادي يخرج في الكيو جوج.
اللعبة في بي سي اب ابليكيشن غتخرج حتى الكيو 3. هنايا على باش غادي يزيدوا واحد جوج ديال الريسز، هادي نيو ريس ان كولابوريشن مع اذر جيم بروجيكتس، هادو بروجيات وحدين اخرين ديال جيمز وحدين اخرين غيدخلوا اللعبة. ميتا جوفرنس لانش، الكيو 4 غيزيدوا في البي في اي، غيبداو اللاند سيل، البيلدين كونستراكشنز تبدا تبني، ولي ريسورس تاهما تبقى تزيد فيهم، وزيد عليها الكويست والميشنز في البي في اي، وزيد وزيد. هنا راه الكيو 4 كنهضروا على الاخر ديال 2022، وعاد باش هادشي اخر اللي بغيتو تقراوه من بعد. هنايا في هاد العالم ديال بي تو ايرن، الا بقات الجيم غير عام راه شي حاجه بزاف. تيم هضرنا عليه ما كاينلاش نعاودو، ليجل نوتس ما كاينش، هذا ما كان اخوتي، هذا هو البروجي. بروجي زوين بصراحه، الا بغيتو تانفيستيو فيه ها هو هنايا، راه خرج نهار 18 كما قلت لكم، وباقي جديد، انا راني واخد فيه. الا عجبكم المحتوى هادشي راه تياخد ليا الوقت اخوتي، ما تكونش غير مستهلك، شجعنا كومنت لايك وسبسكرايب، شارك معنا في القناه. راني كان نحاول نشرح الالعاب اللي جايين بقوه، وبروجيات صح ماشي تخربيق. أوه شكرا بزاف، مرحبا بكم في ديسكورد، عندكم شي سؤال مرحبا بكم في تيليجرام تا هو شي سؤال، راه من دوزكش اي سؤال كما كان على هذا العالم، هذا عندي جواب ما نبخلش عليك. وشكرا بزاف اخوتي، ونتمنى لكم نهار ولا ليله موفقه، مع السلامه.